أتمنى أن يكون ولد. يا إلهي، إنها فتاة، ارميها بالشارع. لكنها ابنتك، ولا فرق بين الصبية والفتاة. وسيم، هيا نعود للمنزل. لماذا أتيت بها للمنزل ولم ترميها بالشارع؟ أرجوك لا تفعل ذلك. لا تقولي لي أبي، أنا أكرهك. أمي، لماذا أبي يكرهني؟ إنه لا يكرهك، إنه يمزح معك. آه، عاد إلي الألم. يجب أن آخذ دوائي. أنا سعيد جدا أن زوجتي تهتم لي وتحضر الدواء لي كل يوم. لقد أحضرت معي دراجة. لماذا أتيت؟ اشتريتها لوسيم وليس لك. لكن أبي، لماذا لا تشتري لي أيضاً؟ أخي، دعني ألعب بها. حسناً، هيا خذي ألعبي. أنت لن تلعبي، تعالي معي. الألعاب للأولاد فقط، وأنت سوف تتزوجين اليوم. لكن أبي، أنا لا أريد الزواج، أريد دراجة مثل أخي. سوف أتصل بزوجك ليأخذك. تعال وخذ زوجتك كما اتفقت معك سابقا. ماذا يحدث هناك؟ يا إلهي، ستزوجها، إنها صغيرة، ماذا حدث لعقلك؟ سيأتي زوجها الآن. أرجوك لا تفعل ذلك، إنها طفلة. اتركني، أنا لا أريد الزواج. ابنتي، آه يا إلهي، عاد إلي المرض مرة أخرى. أين دوائي؟ لماذا نسيت زوجتي دوائي؟ آه، رأسي سينفجر. لماذا لم تضعي دوائي اليوم؟ لكن لم أكن أعطيك الدواء، أنت كنت تأخذه بنفسك. آخ، سأأخذ دوائي من الأدراج.
يا ترى هل وسيم حزن لأنني قمت بتزويج أخته ولم يعد يحضر لي الدواء؟ يجب أن أوبخه على ذلك. وسيم، لماذا لم تحضر دواء اليوم؟ كنت أموت من الألم. لكن أختي هي من تحضر لك الدواء كل يوم وليس أنا. يا إلهي، ابنتي هي من كانت تهتم بي، وماذا فعلت بها أنا؟ لقد زوجتها. اتركني، أنا لا أحبك. لماذا تهربين مني؟ أنا زوجك، يجب أن تنفذي أوامري. اترك ابنتي. لكنها زوجتي الآن، هل نسيت؟ سأدفع لك أكثر مما أعطيتني إياه، أريد أن ترجع لي ابنتي. إذا كان كذلك فخذها. أنا آسف جدا يا ابنتي لأنني كنت قاسيا معك، أعدك سأكون لطيفا معك للأبد. تعالي أميرتي الصغيرة، اشتريت لك دراجة. أحبك يا أبي.